بسم الله الرحمن الرحيم. والآن مع درس هناء رائدة فضاء. عرفنا من خلال الدرس السابق أن هناء اتجهت إلى سطح القمر، وعندما شعرت بالوحدة هناك وجدت مركبة فضاء وعادت بها إلى الأرض، ولكن كل هذا كان حلما جميلا. هيا بنا نتعرف على هذا من خلال أحداث الدرس. الفكر. الفكرة الأولى: هناء تهبط بمركبة الفضاء. الفكرة الثانية: هناء تستيقظ من حلمها. الفكرة الثالثة: حلم طويل وجميل. والآن مع استعراض لأحداث الدرس. ظهر منزل هناء من بعيد صغيرا كأنه عقلة الإصبع، ثم أخذت مركبة الفضاء تقترب رويدا رويدا حتى ظهر واضحا جليا. فضغطت هناء برفق فوق الساعة لتخفف من سرعتها، ثم ضغطت على زر التوقف بهدوء فوقفت مركبة الفضاء. وبينما هناء تستعد للهبوط من المركبة بسلام، سمعت صوت والدتها تنادي: هناء، هناء، استيقظي يا هناء، الساعة تدق 6 صباحا، هيا يا بنيتي. هناء: أمي، أين أنا الآن؟ غير معقول، أنا في بيتي وعلى فراشي. لقد كنت أحلم، يا له من حلم عجيب يا أمي. هو بماذا حلمت يا هناء؟ أخبريني. ضحكت هناء وقالت: سأقص عليك يا أمي كل شيء عندما أعود من المدرسة، إنه حلم طويل وجميل. لقد كنت في رحلة يا أمي، رحلة إلى القمر. ضحكت الأم وضحكت هناء وتناولت طعام الإفطار معا، وانطلقت هناء إلى المدرسة فرحة. وعندما حل المساء وجلس أفراد الأسرة معا، الجدة فهيمة والأم والأب، قصت هناء عليهم حلمها العجيب. قالت الجدة: أنا أحبك كثيرا يا هناء، لأنك تحبين قراءة الكتب العلمية والقصص الخيالية مثل أمك تماما، ولذلك أتنبأ لك بمستقبل باهر. وقالت الأم: إن هناء أيضا تحب الكمبيوتر وتبحث في الإنترنت عن عالم الفضاء والطيران، وهي عضو في الجمعية العلمية في المدرسة، وأنا أقدرها لأنها تحترم معلميها وزملائها. وقال الأب: إنني فخور بك يا هناء يا رائدة الفضاء. والآن مع استعراض للغويات الموجودة في الدرس. الكلمة ومعناها: جليا واضحا، مل سئم، أتنبأ أتوقع، رفق لين، تغمرها تملأها، أقدرها أحترمها. والآن الكلمة ومضادها: ظهر اختفى، برفق بقسوة، هنا هناك، جميل قبيح، ضحكت بكت، مستقبل ماضي، تقترب تبتعد. وأخيرا المفرد والجمع: فرد أفراد، المركبة المركبات، حلم أحلام، عضو أعضاء. وشكرا على حسن استماعكم لنا.